قبل ما نبدأ في الآثار الجانبية لكورونا، قبل ما نبدأ في المضاعفات، خلينا الأول يا دكتور نقول إيه أخبار كورونا عالميا ومحليا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري بخير، وأخص بالتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. كل سنة وهم طيبين. إحنا بنعيش الأيام دي سيناريو بيفكرنا بالسيناريو الأول اللي ظهرت فيه كورونا. بدأت الجائحة تنتشر من بلد المنشأ اللي هي الصين، وبدأنا نحس بالخطر لما انتشرت في شمال غرب أوروبا، أسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ثم انتقلت للولايات المتحدة. بدأنا إحنا كأطباء مصريين على عكس كتير قوي من إخواننا وأخواتنا من أفراد الشعب، كانوا مفكرين إن إحنا يعني اللي إحنا كنا مستنيينها وكنا بنعد العدة. والحقيقة وزارة الصحة المصرية وضعت خطة عالية القدرة والكفاءة تعتمد على إن في أزمة أو في كارثة جاية. شكلنا لجنة أزمات وكوارث على مستوى الوزارة، ثم على مستوى المديريات، ثم على مستوى المستشفيات، وبقى في أطباء أكفاء مسؤولين عن استقبال هذه الجائحة. احنا كنا جاهزين قبلها بشهور، و حصل استنفار كامل من الحكومة المصرية اللي أنا بوجه لها الشكر والتقدير، لأن كنت على هذا المسرح أو هذا الميدان منذ أكثر من سنتين في استقبال هذه الجائحة، وعدينا عدة عجزت كثير من أغنياء الدول في العالم على إنها تقف وتتصدى بحكمة وإصرار وعزيمة وثبات. كنا على الجبهة الحقيقة عندنا يقين اولا ان الاعمار بيد ربنا سبحانه وتعالى، ثم ان احنا بننقذ اهالينا. ولو نرجع مع حضرتك في اول حلقه من اكتر من سنه ونص، قلنا ان كورونا مطوله معانا، وقلت برضو مع حضرتك بعدها بحلقه بعد العيد الكبير اللي فات لو حضرتك فاكره، قلنا خلي بالكم يا جماعه احنا داخلين على فتره الشتاء اللي جاي، هيحصل فيه تغيرات وتحورات كتير وطفرات جينية متعددة لفيروس كورونا. الطفرات ديت يعني في نقطة بس عايز أبدأ بيها، لأن احنا العالم النهاردة بدأ يلتفت لها، أن كل قارة أو كل بلد أو كل قطر، سواء كان قارة أو جزء من قارة، بيبقى له متحور يتفق مع طبيعة السكان البلد الجينية ومع طبيعة المناخ. وبالتالي كل دولة أو كل قارة بيبقى عندها طريقة وأسلوب في مجابهة هذه الجائحة. العشرين يوم اللي فاتوا لو حضرتك متذكرة حلقة أكتوبر الماضي، 31 أكتوبر هنا في الاستوديو، احنا قلنا إن كورونا أصبح يهاجم جهاز المناعة، وده اللي اكتشفته الصين دلوقت، الأعداد بالملايين والإصابات أيضا بالملايين. المثير للجدل حاجتين: سرعة الانتشار وارتفاع نسبة الوفيات. يعني وارتفاع نسبة الوفيات يعني احنا سمعنا سرعة الانتشار ولكن احنا ما هم حصروا في اقول لحضرتك هم حصروا في خلال 20 يوم حوالي 14 مليون حالة إصابة و850 ألف حالة وفاة. طيب لو انتقلنا بقى لسرعة الانتشار، الصين كانت عاملة برنامج أو سياسة الزيرو كوفيد. الحقيقة هي نجحت في الأول، بس دي أصابت المجتمع هناك بخنقة جديدة جدا، اضطرت على أثرها الحكومة الصينية إنها تفتح القيود شوية. هو ده اللي ادانا بقى، احنا بصينا كده الموضوع حسبناه، لأن سرعة الانتشار شديدة جدا. هما بعدها 3-4 أيام من فك القيود لقيناها وصل أوروبا. المملكة المتحدة حاليا، انجلترا تعاني اشد من الصين الحقيقة، عندهم الاعداد الوفيات بالالاف يوميا. انتشر الموضوع للولايات المتحدة الامريكية بحوالي الضعفين تقريبا. طيب سياسة كوفيد في الانتشار تتفق مع بداية الجائحة في حاجة وتختلف معها في حاجة، هو ده اللي انا عايز
ألفت إليه نظر السادة المشاهدين. بس قبل ما أقارن، إحنا الحمد لله في نعمة هنا في مصر، عندنا سياسة صحية على أعلى مستوى، الناس مش واخدة بالها من الإعدادات. القيادة السياسية إحنا بيوصلنا تعليمات صارمة بالتعامل مع الحالات من بدايتها والاهتمام بيها، واعتبار حالات البرد حالات كوفيد ما لم يثبت العكس ما عندناش مشكلة. لكن عندنا حاجة أنا لمستها في الواقع الأخير وأحب يعني أنميها عند أحبابنا وإخواننا من أفراد الشعب المصري، العالم بره مش هيغلق خلاص بقى، مش هيحصل اللي حصل أول مرة، لأنه العالم كمان خسر كتير جدا. لا، بالإضافة أن العالم يعاني من تضخم اقتصادي شديد جدا، أغنى دول بدأت تعاني. يعني احنا مش حمل يا دكتور انه ده العالم كمان مش حمل. انا ما بقصدش انا بقصد عالميا. العالم كله ما هواش حمل ان هو يحصل مرة تانية حالة اغلاق، فبالتالي يتأثر السوق، فبالتالي يتأثر الاقتصاد، فبالتالي يتأثر حياة الناس. يعني مش هينفع يحصل ده تاني في العالم. احنا بقى بنشارك العالم حالة التضخم والمعاناة الاقتصادية الشديدة، بل تبعات هذا التضخم وهذه الإصابات في العالم بتأتي سلبا على دول كتير من دول الشرق الأوسط وإفريقيا على رأسها مصر. لكن إحنا بقى عندنا ميزة إحنا قلناها زمان لو حضرتك متذكرة مش موجودة عندهم، إن المواطن المصري أو اللي أصيب ببرد ما كانش عنده الحمد لله رعب زي الأول، بقى عنده حالة طمأنينة ان كورونا ان شاء الله خفيفة وتعدي. نصائح بسيطة بنقول له خلي بالك من اسرتك وحافظ وتباعد وكده، بقول انا اخاف على اولادي واخاف على اللي معايا في الشغل. بس في حاجة ربنا اكرمنا بيها في الشهور اللي احنا فيها ديت، اللي احنا بنشارك فيها العالم من المعاناة الاقتصادية والتضخم، ارتفاع الاسعار شغل ناس كتير قوي بلقمة العيش. يعني انا اتذكر موقف حصل منذ أيام قليلة، أحب أن أنا أسوق للسادة المشاهدين وربما ده يفيدهم في الإصابة كطبيب. وأنا رايح المستشفى الصبح لقيت راجل فقير على المعاش واقف مستني يركب، وقفت بعربية عشان أنا عارفه كان كشف عندي قبل كده، بنتكلم مع بعض، بقول له أنا ما شفتكش بقالي فترة، أنت عندك ضغط وسكر وقلب أنت تروح تلحدي تاني؟ قال لا يا دكتور، أنا مشغولين اليومين دول بلقمة العيش، أنا بطلع معاك الصبح احنا طالعين كده. بأصاب بفرحة وسرور وطمأنينة لما ألاقي سيارات الضيق بتوزع على المخابز، بحس إن في أمان. وأنا بطلع الفيزا بتاعتي آخر الشهر عشان أقبض المعاش ببقى مطمن، وهقف مع الدولة في إن احنا نعدي أزمات ديت. الحقيقة مصر مرت بأزمات أكتر من كده، واحنا وقفنا. الراجل بيتكلم باسلوب انا بصراحه بهرت بيه، لانه ده طابع الشعب المصري الاصيل اللي هو تلاقيه وقت الازمه ووقت الشدائد. صحيح، ده حقيقي، وهو ده اللي احنا يعني بنحبه في الشعب المصري. قلت له على فكره تعال في اي وقت، ولو انت ما عندكش وقت بس عرفني مكانك ونجيلك، عايزين نتابع السبع ثمان امراض اللي عندك. وانا بضحك يقول لي يا دكتور انشغلنا في مصر بلقمه العيش صرفنا عن الحاجات دي، وربنا سبحانه وتعالى كرمنا. ناس حاسة اكيد ومستحمله، يعني لانه هي عارفه انها حاله لا وفي تضافر عالميه. نعم صحيح. نعم. طب دكتور نرجع بقى لموضوعنا مره ثانيه، لانه ده موضوع الحلقه والناس مهتمه جدا تعرف معلومات، خاصه الناس بدات تقلق. يعني كانت الناس اخر ست شهور اخر سنه كانوا بداوا كده يبقوا مطمنين ومرتاحين. ولكن الناس بدات تقلق مره ثانيه لما بدانا نسمع عن الحالات او ظهور الحالات مره ثانيه باعداد كبيره في الصين، ولان احنا تعلمنا بطبيعه الحال انه ما دام ظهرت في دوله انه العالم ده يعني صغير جدا وكلنا يعني نوافذ مفتوحه على بعض، انه بعد شويه كمان ممكن احنا نتاثر. فهل يا دكتور المره دي بقى يعني الموجه القادمه ممكن تبقى اعراضها مختلفه؟ هذا السؤال يذكرني بسؤال حضرتك في أول حلقة خالص في أكتوبر قبل الماضي، من أكثر من عام ونصف، في ذروة الجائحة. احنا كنا واقفين على الجبهة وكنا مستعدين استعداد كامل، منظومات صحية أقوى مننا في بلاد أغنى مننا انهارت، لكن احنا الحمد لله ثبتنا بإعدادات في مستوى الإمكانيات المحترمة
الامكانيات اللي احنا مقدرينها كويس جدا. انشأنا المستشفيات عزل في البدايه، ده خدنا تجربه نجحت بنسبه 100% في مصر. احنا مستعدين في اي وقت، عندنا توجيهات من القياده السياسيه، وزاره الصحه مستعده لاي زياده في الاعداد. احب اطمن اخواننا واخواتنا من افراد الشعب ان احنا كابنائكم الاطباء والفرق الطبيه على استنفار في اي وقت، على استدعاء في اي وقت، احنا شغالين ومراقبين وعندنا حصر يومي الحمد لله. احنا باذن الله باذن الله ان شاء الله مش هنضار يعني ان شاء الله. ان شاء الله. بس حياتك ما ردتش عليا برضو فضل. على الاعراض بس بعد استاذ عربي. اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت اكلم الدكتور. طبعا. اتفضل يا فندم. اللي كان اختي كانت في 2020 انصابت بكورونا. تمام. هي كانت مريضه نفسيا، اتعدت يعني من ابوها، فعملت لها اشعه، فالدكتور قال ايه، هي من صبع حاجات بسيطه خالص، يعني مش محتاجه عليها تقعد في البيت. تمام. فبعد منها بست شهور عملت لها اشعه، الاشعه قال عندها تليف على الرئه. تليف على الرئه. تمام. من شهر 6 2022. تمام. فانا كل ما اجي بقول لها تعالى روح للدكتور ما هيش راضيه. طب اللي عمل ايه؟ طيب ممكن اسال حضرتك سؤال صغير لو تكرمت؟ اتفضل. هي اصيبت مره واحده ولا اتنين؟ لا مره واحده. هي كانت نسبه صغيره خالص، نسبه يعني كانت الدكتور بيقول نسبه بسيطه خالص، يعني مش محتاجه عليك تقعد في الجهاز. هي كانت تعاني من حساسيه على الصدر؟ هي اصلا عندها حساسيه. تمام. وبتتعالج نفساني. هجاوب حضرتك ان شاء الله. اتفضل. بتعالج نفساني يا دكتور. تمام. طيب انا بشكر حضرتك والف سلام عليك. احب اقول لحضرتك هي حاله خاصه، احنا لسه بنفتح الباب في مضاعفات ما بعد كورونا او بوست كوفيد. احنا يعنينا ان احنا نوجه الاول الساده المشاهدين توجيه عام، ان في حالات الاصابه احنا بنفتقد للمتابعه. بمعنى انا اصبت بعدوى جهاز تنفسي او عدوى جهاز هضمي، وتاكدت بالتشخيص والفحوصات ان ديت اصابه كورونا. التاكيد ده بيديني كارت متابعه احنا بنديهوله، بنقول له تعالى بعد كذا، بنحدد فترة المتابعة على حسب تقييمنا للحالة وأثناء الخروج وحالتها الإكلينيكية عاملة إيه. هي لها إضافة إن هي تعالج نفسيا، وإن هي عندها حساسية على الصدر، دي بيدعى إن إحنا نكثف جهودنا، وبيشترك معنا في علاج المضاعفات استشاريين صدر بوزارة الصحة على أعلى مستوى، مقسمين في أماكن منظمة داخل جمهورية مصر العربية، لأن احنا بنرسل الحالات اللي تحتاج لمتابعة صدر بالذات، ان ده مريض حساسية صدر، ويضاف ان هو يعالج نفسيا. فانا هستأذن حضرتك متابعة مستمرة مع استشاري صدر، علشان احنا بنعمل فحوصات، ودلوقتي في اجهزة حديثة جدا لقياس نسبة التليف، وفي علاجات محترمة جدا موجودة في السوق المصري. ان شاء الله بإذن الله المتابعة، ثم تجنب مثيرات الحساسية. وخلي بال حضرتك ان هي لو اصيبت تاني بنزل برد هتبقى مضاعفاتها خطيرة، فياريت نحترس من الاصابة بالبرد. اتفضل. ناخد مدام مها. اهلا وسهلا مدام مها. الو. ايوه حضرتك. انا برضو جالي اوميكرون، انا اي ام اولد، عندي 75 years وقلت وبعدين جالي حزام ناري بعد الاوميكرون. نعم. امتى يا فندم اصبت بالاوميكرون؟ اصبت بيه من 6 7 اشهر كده. تمام. وخفيت منه، وانا كنت بطعم كل التطعيمات وكل حاجه. خدت الجرعه كامله يا فندم؟ بعد ما خفيت جالي حزام ناري مش راضي يخف بقاله 3 4 اشهر. خدت جرعه التطعيم كامله يا فندم؟ كل الجرعات. في عندك حساسيه او حاجه معينه؟ لا ما عنديش حساسيه. في سكر او ضغط؟ عندي ضغط بيتعالج لكن ما عنديش سكر. ماشي على علاج الضغط؟ ماشي على علاج الضغط والكوليسترول. طيب سؤالك ايه دلوقتي يا فندم؟ يعني الحزام الناري تعبني ومش راضي يخف، واتنقل الى الاذر بريست كده. تمام. زي ما يكون جاب فيه ميه او التهاب تاني. هل هو بيتنقل كده في الجسم ومعجي ولا ايه؟ بقاله قد ايه مع حضرتك دلوقتي الحزام الناري؟ حوالي 3 4 months مش راضي يمشي. مده طويله طبعا. ما انا قلت 75. ربنا يديك الصحه يا فندم. الله يكرمك.
هجاوب حضرتك اتفضلي. طيب بشكرك يبارك مدام مها، الف سلامه عليك. دكتور انا هوقف حضرتك هنا لانه الحزام الناري انتشر جدا بعد الاصابه بكورونا. تمام. ليه بقى؟ وانتشر اكتر في وسط كبار السن، او مش كبار السن، فوق الاربعين. احنا حصرنا مضاعفات الحزام الناري وجدنا انها تمثل من 33-34% من مضاعفات ما بعد كورونا. بيشترك معاها جزء خاص بالجلدية مع جزء خاص بالمناعة. مريض الحزام الناري كبير السن بالذات كمان فوق شريحة السبعين ديت بيطول زي ما هي بتقول لحضرتك، بيحتاج ان احنا نبقى يحصل لها كونسلتيشن، تلات استشاريين، جلدية وحساسية ومناعة وكورونا، التلاتة بيشتركم وشكلنا لجان على فكرة للحالات ديت. طبيب واحد مش هينفع ان هو فانا انصحها كونسلتيشن، هيتعمل لك تحاليل مناعة. الجزء اللي طول معاكي هو جزء المناعة في الحزام الناري. الحزام الناري عادة بيطول شوية، يعني من 20 يوم لشهر في الحالات العادية، لكن لو جه أيوة لو جه وكمان ما بعد كورونا جهاز المناعة هنا في اضطراب، وبسميها بعض الخلل ما بعد كورونا، هو ده اللي ادى فرصة ان يطول معاها. الحقيقة في دراسات اتعملت على العلاج بالكورتيزون في الحالة ديت، لكن انا بنصحها دايما وبنصح السادة اطباء الكورونا او الحساسية والمناعة ما تبقوش مفرطين في استخدام الكورتيزون، بالذات هي مريض الضغط وده ممكن يعلي الضغط. احب بس انصحها خلي بالك من نظام اكلك، في حاجات بتزود الحزام الناري في الاكل وهنقف عندها شوية. مش الحزام الناري بس، اي حد بيجي له مضاعفات ما بعد كورونا سواء صداع او وهن او ضعف او خمول او رعشة او ارق، حاجات كتير قوي لانيها لحصر ولا عدد. يعني احنا لغايه دلوقتي بنكتشف جديد كل يوم في مضاعفات كورونا. خلي بالك من نظامك الغذائي والرياضي ثم النفسي، التلاتة دول هيكفوك شر كثير او مضاعفات كورونا. استاذة مها ربنا يديك الصحة، كونسلتيشن لتلات استشاريين ياريت لو يجتمعوا مع حضرتك او في مكان، احنا عندنا في وزارة الصحة الحاجات دي بتشكل لها لجان على أعلى مستوى من المضاعفات، بتقدمي بطلب وإن شاء الله في أقرب وقت تشرفينا تحت أمرك. طيب نرجع مرة تانية دكتور، وإيه أكتر المضاعفات المتوقعة في الموجة الجديدة؟ إحنا دايما كنا بنقول وبنحذر من إعادة الإصابة. الأول الموجة الجديدة الموجة الجديدة متحور من أوميكرون، أبرز سماته سرعة الانتشار، يعني يقترب من حوالي 40 ضعف الموجة اللي فاتت. خبر يلتزم علينا جميعا التباعد، لبس الواقيات، التعامل بحذر. اي حد عنده اعراض برد، وبكرر هو قلنا الحلقة اللي فاتت في 31 اكتوبر هنا في هذا المنبر العظيم، منبر التوعوي العظيم، ان احنا بنقول لو سمحتوا اي حد عنده برد حافظ على اللي حواليه، حافظ على اهلك، ماسك وتباعد، الموضوع بسيط وان شاء الله يا الموجة بتعدي بسلام. اعداد الحالات اللي وصلت المستشفيات قليلة جدا الى الان في مصر. عندنا الحمد لله جهاز المناعة بتاعنا ما شاء الله كويس. في اعراض يا دكتور؟ في اعراض، وفي اعراض مختلفة عن الحاجات اللي الناس يعني مهتمة جدا تسمعها. ايه الاعراض؟ في بعض الحالات، هبدأ بالاعراض اللي بدأت تظهر مش موجودة في الموجة اللي فاتت. عندنا في واحد بيقول لي انا عندي اعياء، يعني فقدان شهية واعياء بس، حس ان انا تعبان بس يعني افحص الاعضاء عضو تحليل ليه كويس. اقول له طيب احنا مش هنديك علاج بس خلي بالك سوائل، ولو ظهر عندك اعراض تعالى. هنا احنا بنبدا بالزنك والمغنيسيوم وفيتامين سي ونظام غذائي ونظام رياضي، وبنقول له تابع معانا. يعني نظام رياضي وهو عنده الاعياء ده؟ معقول يا طبعا رفر. ده هو ده الوحيد اللي بيبقى مش قادر. لو استسلم بقى هيالي الاعياء فقدان شهيه، هيالي الاعياء حاله نفسيه خوف من حاجه جايه. ده هيمهد. لا في ناس كتير لما التزمت بالبرنامج ده خف من علاج. بس في سؤال، يعني دايما الناس لما يجي لها حتى دور برد عادي
يقولوا لها ايه؟ ما تتحركش من السرير، المجهود الكبير مش كويس، ده دور برد عايز الراحه في السرير. حتى الولاد الصغيرين يا دكتور احنا بنقعدهم من المدرسه. طيب. يعني ما حدش بيبقى عنده برد وبيروح المدرسه، ده لو اتاكدنا ان عنده برد، انما لو حاله اعياء اصل ممكن أنا يكون. انا بتكلم انه دلوقتي كورونا اعراضها مشابهه قوي لادوار البرد. تمام. طيب هل انا ينفع يبقى عندي كورونا انا دافي مثلا، جسمي وجعني؟ لا دي اعراض صريحه، عضلاتي وجعاني واقوم العب رياضه مثلا او حتى لا. امشي؟ لا اللي عنده امشي الم حتى اقدر؟ لا اللي عنده الم في العضلات، ما هو في بيبقى عرض ومعاه عرض اخر زي ما حضرتك قلت، ارتفاع في درجه الحراره، زكام، رش، احتقان في الحلق، كحه. لكن انا بكلم واحد يقول انا حاسس بان انا مجهد، كاني شغال فتره طويله ومجهد، ده انا هراقبه. ولكن ما عندوش اي اعراض، ما عندوش أخرى اي اعراض غير الاجهاد. اه بس ده بقى حوالي 60% من الحالات ديت بتطلع كورونا. تطلع كورونا. طيب ده بقى عرض جديد. جديد. يبقى انا لو ما بذلتش مجهود وحسيت بحاله الاعياء ديت، هعرض نفسي على طبيب واتابع والبس الماسك علشان ربما ابقى ماضي. ايوه. طيب على سيره الماسك، انا شايفه ان كل الناس يعني مش كلنا قلعنا الماسك، كلنا يعني ثلاث ارباع، بلاش اكتر كمان من ثلاث ارباعنا والله. يعني خلينا نقول نسبه قليله قوي دلوقتي اللي بتلتزم بالماسك، واغلب الناس قلعين الماسك. والله اقول لحضرتك هو ده سلاح ذو حدين، بمعنى كوني شايل الموضوع من دماغي وبدور على لقمه العيش ومنشغل بيها، دي حاجه كويسه لجهاز المناعه بس مش كويسه للاسره. يعني انا لو فرض في الاسره وجالي برد والاطفال والزوجه المحاطين بيا في العمل بينتشر بسرعه، بنبدا احنا بقى نراجع نفسنا شويه. طب ليه ما نراجع نفسنا بدري؟ انا لما جيلي برد وعارف ان انا ده هيبقى سرعه البرق في الانتشار 24 ساعه. طيب خليني اسال اسئله الناس اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي. اتفضلي. دكتور احنا نرجع نلبس الماسك مره تانية ولا نخلينا من غير ماسك؟ لا نلبس الماسك. نلبس الماسك. واي عرض انا اشك فيه البس الماسك واروح اعرض نفسي على طبيب. يعني وانا في الطريق داخل على طبيب، احنا بننصح دايما روادنا في المستشفيات والعيادات الخاصه وغيرها، ارتداء الماسك اجباري والزامي. اي واحد داخل المنشاه بيلبس الماسك. ليه؟ هو ممكن يكون بدا يظهر عليه اعراض وهو ما يعرفش، حد جنبه ممكن يلقط منه بسرعه. طيب انا سرعه الانتشار ديت تذكرني ان الماسك معايا داخل اي مكان، البس الماسك في تباعد في المسافه. برضو اشيل الموضوع من دماغي، مش هركز معاه قوي لان التركيز معاها بيسوق الحاله النفسيه. نعم. فبالتالي المناعه بتتضرر. نعم. طيب دكتور موضوعنا هو موضوع لطيف جدا، ناس كتير عندها اسئله فيما يخص هذا الموضوع، وهو ما بعد الإصابة بكورونا أو مضاعفات كورونا أو تأثيرات كورونا على أعضاء الجسم. والحقيقة الناس عندها يعني الناس عندها أعراض مختلفة جدا ومتفاوتة جدا. يعني قصة الصداع حياتك ذكرتها دلوقتي وأنا برضو قلتها في المقدمة، ناس كتير قوي بقت بتشتكي من صداع متكرر جدا بعد الإصابة بكورونا، وبيقولوا احنا ما كانش بيجي لنا الصداع ده قبل كده. يعني النوعية دي من الصداع الشديد جدا اللي ما بيختفيش مع المسكنات ما كانتش بتجي لنا قبل كورونا. عايز ادي حضرتك الحاجات الابديتد او الجديدة في المضاعفات، ممكن السادة المشاهدين ما يتخيلوش ان انسان طبيعي وشهيته كويسة هو خف من كورونا خلاص وبدأ يخس، واتعمل له تحاليل كل هرمونات الجسم، هرمون البروفايل كامل، ويلاقي الهرمونات كويسة، الهضم كويس، الحالة النفسية كويسة ويخس. السؤال هل انت اصبت بكورونا في اخر 6 شهور؟ يقول لي ايوة. تسجل ونبدأ نشوف حل انه بيخس بطريقة تصيبه بخلل نفسي. يعني كل الناس بتقوله انت خسيت. طيب في حاجه تانية مهمه جدا على فكره بتزعل قوي، ان الواحد يبقى خاسس من غير اسباب. يعني ما هوش بيعمل دايت ولا هو ماشي على نظام غذائي وعمال يخس وهو مش عارف سبب خسسانه ده ايه. الاندر من كده ان في ناس بيبحثوا عن الانجاب بقالهم سنتين مثلا، وتلاقي حصل لها مضاعفات ما كانتش موجوده، انا كويسه وهو كويس ولسه ربنا ما قدرش
بتعيد. طب انت جالك كورونا وبالذات اللي جاء معاهم نزلات معوية، يعني اللي جه معاهم نزلات معوية، دي فترة من الفترات كانت كورونا بتيجي معاها نزلة معوية. أيوة. يعني الناس كانت تشتكي ان هي عندها كورونا وعندها نزلة معوية، وانه يعني اعراض ما هياش اعراض برد عادية، ولكن كل الاعراض جاية لهم في المعدة او الجهاز الهضمي. تمام. الاعراض الجهاز الهضمي بالذات نخلي بالنا ان المضاعفات ترتبط بمكان الاصابة. هو لما بسأله بقول له انت اصبت بكورونا، طب ايه اللي كان حصل لك احكي لي، فهل هي اعراض جهاز هضمي، هل هي اعراض جهاز تنفسي، ببدأ بقى امسك طرف الخيط وامشي وراه عشان اقدر احصر المضاعفات. وفي حاجات هو ممكن يكون نسيها، يعني غير الحاجات الشائعة الصداع والرعشة والارق وعدم النوم والالم وفقدان حاسة الشم، الخنقة، النهجان، كرشة النفس، ألم العظم، الاكتئاب، لا الحاجات دي ماشي، لكن في بقى حاجات بتظهر هو ما ياخدش باله منها. يعني مثلا أنا جالي ارتجاع مريء وبيجي لي زغطة. أيوة مثلاً. أيوة مثلاً كتير الزغطة دي يا دكتور، إيه ده دي الزغطة دي؟ نقف هنا بقى. لا ثانية واحدة يا دكتور، عشان أنا برضو واحدة من الناس. أيوة. بقى بقيت الاحظ جامد جدا ان بيجي لي زغطه في اوقات غريبه جدا وكتير جدا، وما كانتش بتحصل لي قبل كده. تمام. هنا بقى بلفت الاول نظر الساده الزملاء الافاضل المحترمين الاطباء، اقول له خلي بالك النهارده على قائمه اسئلتك لاي مريض جاي لك بيشتكي من اي عرض، بيعمل اي فحص، انت اصبت بكورونا قبل كده، دونه في التاريخ المرضي. لازم يتسال، لازم يتسال. طب ناخد استاذ زياد عشان بقى له شويه ونرجع مره ثانيه. استاذ زياد علو. الو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، اتفضل. مع حضرتك مهندس زياد شبانه. اهلا وسهلا. اهلا يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل يا فندم، منور الدنيا يا فندم. نورك يا فندم. وانا كنت بسال بس على انه الاعراض اللي موجوده دلوقتي في الجو، انا ولادي جالهم تقريبا كلهم جالهم اعراض برد، والبرد طول معاهم. تمام. وبعدين انا اخذت جلسه اللي هو جلسه الماسك دي، عملت لهم جلسه ماسك اللي هي بتوسع الشعر الهوائيه دي، فالحمد لله الدنيا اتحسنت. انا بس عايز اعرف هل الاعراض دي تشبه اعراض كورونا ولا حياتك عايز تتاكد اذا كان دي كورونا ولا لا؟ بالظبط كده. لا الاول شكوتك يا باشمهندس، انا بحييك، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك حضرتك طيب. ان العدوى ما زالت موجوده عندك في الاسره، الاولاد بيعدوا بعض؟ هي كانت في حد جاب المرض وانتشر جوه البيت. تمام. وحصل رد تاني للعدى ده، رجع تاني اصيب؟ رجع بعد فتره بحوالي شهر. وطول الموضوع شويه في البيت، وطول في المرض تاني. بالظبط. تمام. ولجأت لجلسات الاستنشاء وموسعات الشعب؟ بالظبط. الله ينور عليك. ان شاء الله هجاوبك. اتفضل. مشكورة. تحياتي لحضرتك يا باشمهندس، هي ديت نموذج مثالي لأسرة مصرية حصل عدوى. بدأت الأول، على فكرة احنا لازم نركز في الموضوع ده كأم الأول، أنا الطفل بتاعي ابن جام المدرسة، حط إيدي عليه، أركز معاه، يكون لقط حاجة من أي حد، بيكح، سخن، مصدع، دخل نام، ادخل وراه وابدا البس الماسك، واقول لوالده البس الماسك، واقول لاخواته البسوا الماسك، ولو عندي حد بقى تاكدت انه مصاب ببرد اعزله عن باقي اخواته، لان الموضوع ده احنا ما زلنا نعاني فيه الى الان. اي نزله برد جات لاي فرد من افراد الاسره يا ريت نحتاط ونتعزل ونبدا نطبق برنامج علاج صارم للطفل ده. دي نقطة. هو بقى عايز يتأكد هم عندهم كورونا ولا ده دور برد عادي؟ والله ده سؤال على فكرة أغلب الناس. والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، أي إصابة بنزل برد في الوقت اللي احنا فيه يعتبر كورونا ما لم يثبت العكس. يبقى هو ياخد كل الاحتياطات الوقائية في البيت عشان هي ثم يلجأ لطبيب أطفال عشان صحيح. نعمل الفحوصات اللازمة. اتفضلي فين دكتور. هنرجع مرة تانية للزغطة اللي فعلا ناس كتير بقت بتلاحظ ان هي بتحصل لها وما كانتش بتحصل لها قبل كده. انا اول مرة اسمع ان ليها علاقة بالكورونا. الزغطة او ارتجاع المريء بتوصل نوبتها في اشد حالاتها لآلام حادة بالصدر، وممكن مريضها يتحجز في مستشفى،
والحقيقه قبل ما تظهر كورونا كانت موجوده الزغطه، وكان عندنا سببين اتنين اساسيين للاصابه بيها، ارتجاع المريء وجزء نفسي، في جزء نفسي عصبي معقولة وفي جزء عضوي للزغطه. عايز بس ااكد الاول على الطبيب اللي لقى حاله زغطه وسالها انت اصبتي بكورونا؟ تقول له اي، خدتي الامصال او اللقاحات؟ عشان نكون دقيقين في العباره، خدت اللقاحات كامله؟ تقول له نعم. يقول لها طيب احنا عندنا جزء شقين من المضاعفات، في مضاعفات عصبيه للزغطه وفي مضاعفات عضويه. هنتاكد الاول ان المعده سليمه والمريء كويس بالفحص اللازم له والتحاليل المطلوبه، ونبدا نقيم البرنامج الغذائي اليومي، هل في معاناه مع الاكل؟ هل الزغطه دي بتيجي مع ايه بالظبط؟ هل لو حصل عصبيه بتزيد؟ هل لو اكل معين بيزودها؟ ونبدا نمشي معاه ببرنامج غذائي نفسي. وكتير كتير قوي من على فكره من اللي بيصابوا بالزغطه دول بيحتاجوا لمتابعه نفسيه. معقول؟ طبعا. عشان نعرف بقى السبب راجع لايه، هل هو سبب نفسي؟ انا اول مره اعرف ان هي سبب نفسي. لا شك نفسي. حضرتك قلت ليه علاقه بالكورونا. لا ما هو زادت بقى، ما انا بقول لحضرتك يا في الاول لو الاجابه بنعم يبقى لازم الاول هل انت اصبت باعراض جهاز تنفسي ولا اعراض جهاز هضمي؟ 90% من اعراض الجهاز الهضمي لمصاب كورونا بيبقى، حوالي 40% من حالات الزغطه دي بيكون سببها اصابه الجهاز الهضمي وبالذات الجهاز الهضمي العلوي. يبقى انا هحلله نفسيا وعضويا وابدا اعمله عمليه اقناع، دي مضاعفه بسيطه هتزول مع الوقت، وهي فعلا تاخد لها شهرين كده في اطول الحالات وبتروح. نستعين احيانا في بعض الحالات بعمل منظار نطمن ان مفيش حاجه عضويه تسبب الارتجاع او الزغطه، والمريض ان شاء الله بيعدي بسلام والموضوع بيبقى بسيط ان شاء الله. استاذ فتحي اتفضل. الو. ايوه استاذ فتحي اتفضل. ما حضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذ فتحي. حضرتك بسال، ابني جاله دور برد. ابني جاله دور برد وما بقتش بتذوق، بياكل البيض الاول، بيقول لك ما بقتش طعم البيض ولا طعم اي حاجه، ما بقتش بتذوق خالص. عنده كام سنه يا استاذ فتحي؟ عنده ستك 19 سنه. 19 سنه. 19 سنه. بيعاني من حساسيه على الصدر او لحميه او اي حاجه ثانيه؟ لا ما عندوش حاجه من دي يا دكتور. ما فيش عنده اي حاجه في الانف او في الاذن او في الحنجره؟ لا يا دكتور ما فيش حاجه. ما كانش يعاني قبل اصابه البرد بحاجه لا خالص؟ لا كان بيتذوق عادي جدا جدا، يعني ما كانش في حاجه خالص. هو مصاب بقاله قد ايه حضرتك؟ بقاله شهرين كده حضرتك. هجاوبك اتفضل. اشكرك يا استاذ فتحي. اشكرك يا استاذ فتحي. ده برضو مضاعفة شائعة، ان حصل فقدان او استمرار في فقدان حاسة الشم. حاسة الشم كانت علامة مميزة لكورونا في بداية الجائحة، صحيح. قلت شوية مع التحورات والتطورات كنوع من الالتفاف حول جهاز او خداع جهاز، كأحد اسلحة خداع جهاز المناعة لفيروس كوفيد. استمرار حاسة فقدان حاسة الشم ما تقلقش لا المصاب ولا اهله، دي هترجع بس مع متابعة مستمرة لاستشاري أنف وأذن وحنجرة، وتأكد من عصب الشم مع مرور الوقت إن شاء الله بترجع، بس يا ريت نتابع، مش هترجع لوحدها كده، نتابع. طيب هرجع مرة تانية للصداع. تفضلي. الصداع اللي هو عرض منتشر جدا من آثار ما بعد الإصابة بكورونا. تمام. أنا دلوقتي اشتكيت من صداع ما كانش بيجيلي قبل كده، نوعه أنا يعني مستغرباه جدا، ليه مواصفات بقصد معينة. تمام. فبالتالي أنا ربطت ده بالكورونا، وناس كتير قوي لما قارت عرفت أنه من أثار الكورونا هو الإصابة بصداع. طيب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي بقى يا دكتور؟ يعجبني جدا في أسلوب طرح حضرتك للسؤال، له كاركتر معين أو شكل معين. أسباب الصداع العضوية والنفسية كتيرة جدا، لكن ربط الصداع بكورونا بيأتي من بداية الحدث. أنت أصبت وتعالجت وخرجت كويس، إيه اللي فاضل معك؟ قال لي كحة، وبعدين قلت، وبعدين الصداع مستمر. يبقى الصداع ده مرتبط. يبقى أهم حاجة هو صداع مرتبط بالإصابة وما راحش لغاية دلوقتي، زي اللي فقط حاسة الشم
ما زال يفتقد حاسة الشم. يبقى هو صداع مرتبط بالإصابة وما راحش. طيب يبقى خلينا بس أنا عايزة في الجزئية دي أنبه الناس لحاجة، أنه لما يبقى عندكم عرض ويستمر بعد المتابعة التعافي من الكورونا يبقى ده من كورونا. تمام. يعني ما هو أنا ممكن يكون الصداع لسبب آخر. تمام تماما. تمام. ولكن أنا ارتباطه بالكورونا ناتج ان هو كان عندي كورونا وكان عندي اعراض مختلفه منها الصداع، والكورونا خلصت والاعراض خلصت ولكن الصداع استمر معايا. نفس بقى الحاجات دي على كل حاجه، لو انا فقد حاسه الشم يبقى من بعد الكورونا، استمرت معايا فقد حاسه الشم يبقى دي من الكورونا. اهم ما يميز الطبيب المصري هي دقه اخذ المعلومات في التاريخ المرضي. انت اصبت فين وتحجزت ازاي وايه اللي حصل لك وعانيت من ايه وتعالجت ازاي، ونسمع منه القصه كامله. طب خرجت من الاصابه بايه، او ايه اللي فاضل معاك، طب راح امتى، ده بدجيه ازاي، ربط الاحداث ده مهم جدا. اتنين، لازم اتاكد زي ما كنت بعمل فحوصات للصداع ان انا اطلع الانف والاذن بره الموضوع، الرمد بره الموضوع، الأسنان برا الموضوع، المخ برا الموضوع، ارتفاع الضغط برا، حاجات كتيرة قوي. شوف أسباب الصداع إيه الأول ونستثنيها، ثم نربط الحدث بارتفاع العرض دهوت مع حدث معين اللي هو الإصابة بالكوفيد. طيب لو تبين لي إن هو ليه علاقة بالكوفيد، أيوة هنا بقى ده سؤال مهم جدا. بنقف مع زي ما قلنا كونسلتو، لسه قايل لحضرتك دلوقتي ان احنا معانا في الموضوع ده استشاري مخ واعصاب، معانا قلب واوعيه دمويه، مع متخصص الكورونا. والحقيقه يعني وان شاء الله وقريب في العالم هيبقى تخصص مستقل، ده اجباري على فكره مش بمزاجنا، ان احنا محتاجين ان احنا ثلاثة نشوف مريض. ليه؟ لان الاطروحات بتختلف. صحيح. بتاع كورونا المفروض هو يبقى يكون الهيدر في الموضوع. لو طلع عنده بوزيتيف ساين انه اصيب بكورونا قبل كده، ده يحول للجنة او كونسلتو. الهيدر بتاع الموضوع ده هو طبيب متخصص او لقى كوفيد من الاول لغايه دلوقتي، ده احنا بنسميه اقرب الناس احتكاكا، عنده السنس يعني. يبقى المخ والاعصاب هيساله، والاوعيه الدمويه هيساله، وهو قاعد هيربط الحدث ببعض. علاجه سهل جدا على فكره، ممكن ينتهي بالجلسة بتاع إقناع المريض وصداع يروح. هايل. جديدة في الآخر، ده حاجة نفسية بقى. أيوة فهم صح. مدام إيمان. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا فندم. بعد إذن يا دكتور بس عندي سؤالين ضروريين بعد إذنك. تفضلي يا فندم. أنا ابني 5 سنين، من يومين كده لخبط شوية في الأكل، كان الحاجات الحلوة بتاعة الأطفال دي. ابنك 5 سنين، أنا سامع كويس؟ نعم. ابنك 5 سنين. تمام. ربنا يخليه لك يا فندم. ربنا لخبط شويه في شويه الحلويات بتاعه الاطفال اللي بيشبطوا فيها دي. تمام. بعدها كل سندوتش بيض، بعدها كل زلابيه، لخبط شويه في الاكل، بعدها مش عارفه ماسك بطنه الساعه 1 بالليل، بطني وجعاني. اديت له مدبر التقلصات برضو، قاعد بقاله يومين على كده بيصحيني من النوم يقول لي بطني وجعاني، الدواء مش جايب معانا نتيجه ومش عارفه عنده ايه. ده سؤال. اتفضلي. اتفضلي. تاني حاجه، انا مريضه غده، عندي خمول في الغده وعندي نقص حاجه فيتامين د. انا سمعت مريضه معلش الغده. معلش يا مدام ايمان، وضحي صوتك شويه لان احنا مش سامعين بشكل كويس. ماشي. انا عندي خمول في الغده. خمول في الغده، اللي هو هاشيموتو. وعندي هاشيموتو. تمام. هاشيموتو. تمام. وعندي نقص فيتامين د، نقص حاد. تمام. للعلم بس انا برضع. وعندي كمان جرثومه في المعده. حضرتك بترضعي؟ تمام. وعندي جرثومه في المعده. تمام. دلوقتي سؤالي ان انا عظم جسمي كله مهما انا واخده فيتامين د، اللي هي الجرعات اللي كانت مكتوب لي عليها، ولغايه دلوقتي برضو بس من عظمي وجعني. تمام. جرثومه المعده انا مش عارفه، ما خدتلهاش اي علاج لاني برضع. تمام. السؤال بقى، انا بقالي كام يوم كده كنت حاسه باحساس ان انا دورانه من غير ما باكل او احساس انك ايه يا فندم؟ دورانه، كاني في حاجه في زوري كده. زورانه. زورانه. انا تمام. ما بقاش واكله ولا اي حاجه، من غير اي اكل ولا اي حاجه، حاجه تنقاني في الاكل. تمام. زي ما اكون دورانه، الاحساس كده ان انا عايزه اشرب اي حاجه بس في دوران كده في زوري. تمام. انت عايز تعرفي ده بسبب ايه؟ ايه السبب؟ طيب بشكرك. تمام. يا مدام ايمان. دكتور مدام ايمان، هبدا بابن حضرتك الاول واهم بالنسبه لنا. التلبك المعوي اللي حصل له نتيجه لخبطه الاكل هو السبب،
وانصحك بعرضه على متخصص طبيب اطفال لفحصه او عمل الفحوصات اللازمه، والموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله، لانه حاجه مرتبطه بحدث معين مش هننسبها لكورونا، مش اي حاجه تجيلي يبقى كورونا. ننتقل لحضرتك، حضرتك عندك حاجه مركبه وعندك حاجه بتمنع الاطباء من ان احنا نعالج السبب الحقيقي للمضاعفات اللي عندك، الا وهو الرضاعه. الرضاعه هتحجم طبيب البطنه والجهاز الهضمي ان يعالج جرثومه المعده اللي هي السبب الرئيسي للزوران اللي عند حضرتك، او احنا بنسميه ارتجاع المريء او صعوبه البلع. هنوصفه توصيف افضل، اللي هو صعوبه البلع، بتبلعي بصعوبه، ده نتيجه احتقان المريء والمعدة الناتجة عن جرثومة المعدة. ألم عظم جسمك راجع لعدم انتظام نسبة الكالسيوم في الجسم، فياريت ترجعي لطبيب الغدد عشان هو يطلب لك تحليل كالسيوم ويظبط الكالسيوم. في الحالة دي إن شاء الله ألم العظم اللي عندك هيروح، وألف سلامة على حضرتك. طيب دكتور، ناس كتير أول ما حصلت الكورونا في العالم جالهم حالة رعب تمام حقيقي، وبقوا مش عايزين يتعاملوا مع اي حد، وخوف شديد جدا من اللي جاي او من المجهول. اعرف ناس يعني شخصيا بترفض لغايه دلوقتي تسلم على حد حقيقي، وبترفض ان هي تبقى موجوده في تجمعات كبيره. الناس دي يا دكتور بعد شويه، احنا بقالنا دلوقتي داخلين على 3 سنين معانا كورونا، تمام، بدات تعاني من ضغوطات نفسية وعصبية نتيجة ان هم قافلين قوي على نفسهم زيادة عن اللزوم. تمام. الناس دي بقى يا دكتور، هل هم خايفين من كورونا فهم جالهم اكتئاب، ولا الاكتئاب ده جالهم نتيجة اصابتهم بالكورونا؟ في مثل مصري جميل جدا، اعتقد ان كل فئاتنا على مختلف ثقافتنا، واحنا شعب مثقف بس ما زلنا بنحب الامثال، الشيء اللي يزيد عن حده تقلب لضده. الخوف من حاجة زيادة عن اللازم بتخليك يبقى عندك حالة هستيريا أو أعراض مرض. يعني هدي مثلا حضرتك بسيط بنواجهه كل يوم، في مرضى كتير بيقول لي بأزمة صدرية، ذبحة صدرية، ويتضح الأمر في الآخر إن هو ذبحة صدرية نفسية. وفي ناس بيبقى عندهم صداع مزمن وهو صداع نفسي، في ناس عندهم ألم في البطن وهو ألم نفسي، زي عندنا ألم في القولون ألم نفسي أو عصبي. شدة الخوف من حاجة معينة بيخلي المريض يعيش في جو هذا القلق، ينتقل إلى اقتناعه أن بقى عنده المرض ده. في ناس بتردد عليه يقول لي أنا خايف يجيلي كورونا أعمل إيه؟ اقول له لا، خوفك ده هيسبب لك مشكله، انت خلي خوفك وسطي. الخوف ده على فكره ظاهره صحيه، بس لو زاد عن حده هيدخله في حاله بليمت، يعني او بليمت. بحدود. طيب انا اتفرجت على مشهد المظاهرات في الصين بتاع فك القيود بتاع زيرو كوفيد، قلت البلد دي كانت عندها رعب وهم اللي بينادوا بالقيود ديت، طب ليه دلوقتي هم فكوا؟ خلاص بقى زي ما حياتك قلت، يعني لقمة العيش. وكمان هم تجرأوا شوية وبدأوا يعرفوا يتعاملوا ازاي مع المرض، عندهم منظومة صحية واعية. بس الانفلات ده عمل ضرب، واحنا هنا بقى عايز نصيحة مهمة جدا، لان احنا على فكرة انا بيشرفني ان انا اعمل في وزارة الصحة المصرية في منظومة على اعلى مستوى من التخطيط والتنظيم في الموضوع ده بالذات. احنا عندنا برنامج ماشيين عليه، بس ياريت السؤال بقى اللي كنت منتظره من حضرتك في الحلقة دي بالذات، هل في مصر فيروسات تاني تخوف في الوقت الحالي غير فيروس كورونا؟ فيروس كورونا عادش يخوف قوي، لان احنا عارفين ازاي نتعامل. طب ايه الفيروسات يا دكتور الوقت؟ وهل في علاقة بين كورونا وهذه الفيروسات؟ سؤال ده مهم جدا جدا جدا. احنا نجحنا، احنا كنا زمان بنخاف من البلهارسيا وربنا قدرنا وسيطرنا عليها، واصبنا بوباء فيروس سي وربنا اكرمنا وسيطرنا عليه. نخلي بالنا بقى، لان احنا بنتعلم من اللي فات وبنتعلم من اخطائنا. احنا داخلين على حاجه زي فيروس سي واشد، وهو صامت وداخل في الزحمه.
كلمة داخل في الزحمة دي أنا أقصد التعبير ده بنصه إيه بقى يا دكتور؟ فيروس بي. فيروس بي. أنا سمعت القصة دي. لا مش قصة ده حقيقة. لا يعني سمعت المقولة دي إنه فيروس بي. لا إحنا بقى لقيناه في فحوصاتنا. في مرضى كتير وإحنا بنعمل لهم فيرال سكريننج للمريض بنعمل له تحليل فيروسات بقينا بنركز على فيروس بي. ده فيروس بي القاتل الصامت خلي بالنا منه. فيروس بي القادم. زي ما حياتك لا ده مش القادم ده هو موجود. اللي هو موجود. ومن هنا بقوا ناشد كل الجهات المعنية. أنا عندنا على فكرة علاجه موجود أمصاله موجودة وعلاجه متوفر وسهل جدا. طب نصيحتي للأفراد حل الفيروس بي وتأكد لأنه ملوش أعراض صامت.